حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاه فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصب هنيه قال فصلى بنا صلاه شيخنا هذا ابي بريد وكان ابو بريد اذا رفع راسه من السجده الاخره استوى قاعدا ثم نهض